متسبقا شفت فيلو سلام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه وزان. عندنا قنبله من العيار الثقيل قبل نهايه 2020. طفله عندها 13 عام تكرفس عليها ولد، دخلت باها وحملت منه امها، الام ديالها حصلته كيمارس عليها في عز رمضان. ضحيه ضحك عليا وعلى بنتي، هو متزوج وعنده وليدات بحيث حق ولدي. اذا متسبقين كما قلت، هذه فضيحه من العيار الثقيل اللي عاد تسمعوا تنعتذر. قلت متسبقا شفت في فضيحه من العيار الثقيل هنا في مدينه وزان، فضيحه من العيار الثقيل اللي كنختموا بها سنه 2021. قنبله من العيار الثقيل قبل نهايه 2020، طفله عندها 13 عام تكرفس عليها ولد خالها، ولد خالت باها وحملت منه وحصلته الام ديالها كيمارس عليها في عز رمضان. ضحك لي على بنتي وهو متزوج وعنده وليدات وبغيت حقي. اذا متسبقين غادي نسمعوا التفاصيل على لسان الام ديال الطفله الضحية. الآن عادي نسمعوا تفاصيل صادمة، بقوا معنا متسبعينا، بقوا معنا عادي نسمعوا كما قلت تفاصيل. احنا الآن معكم مباشرة من مدينة وزان، عادي نعطيكم هذه التفاصيل وعادي نسمعوا على لسان الأم ديال هاد الطفلة تفاصيل كما قلت صادمة. تفضل الله احكي لنا شنو وقع. انا حصلته بيدي. لا قول السلام عليكم، انا موزان فلان. قول السلام عليكم، انا من مدينه وزان. انا تنحكي على بنتي، على بنتي اغتصب علي، اغتصب من كانت غاديه للمدرسه. شكون هذا اللي اغتصب؟ ودخلتها دراس لي ومن اغتصب من كانت غاديه بالنهار الجمعه غاديه للمدرسه، ومن رجعت عريانه وكلها مشروطه. قلت لها بنتي مالك؟ قالت لي ماما هذا اللي تنطلب انا. صافي انا الولد شفته بعيني في السبيطار قدام بنتي، من شفتها وكلتها شفت العويل، ومن رجعت غارق شي شويه ما جبرتش العيال قدامي، وراوني واحد زرق معول. هذا اللي كاين، انا تنقول غير الحق، انا نطلب حق بنتي، ما تنطلب حتى حاجه. صافي. وهذا شنو كيجي عندكم الدار؟ كيفاش داها؟ فين اغتصبها وكيفاش داها؟ داها صحه بالمضار. داها في الطريق المدرسه قبضه. ومن بعد عاود في رمضان عاتما تحت الدار. كان في رمضان قبل المغرب، الناس صايمه وكيمارس مع الجيش. قبل المغرب بخمسه دقائق. وانا حصلته في وجهه، ولا ما كانش هو يقول لي في وجهه، يقول لي ما كاينش. هذا تنطلب انا. انا يهضر في وجهه يقول لي راه ما حصلتنيش. صافي انا تنطلب النيه من العمه، تنطلب الحق بنتي، ما تنطلب حتى حاجه. الحق ديال بنتك؟ تنطلب الحق بنتي والوليد اللي ضاع. هذا الميت يجيبوه، كان حي يجيبوه. هذا اللي تنطلب انا. صافي. إذن كما سمعتم متسبقين شوف تيفي، احنا معكم في هذا البث المباشر من مدينة وزان. فضيحة من العيار الثقيل، أنها الطفلة كانت عندها 13 سنة واغتصبها ونتج عليها حمل ولد، خالت باها مارس عليها الجنس بقوة كما سمعتم متسبعينا. ولدت هذه البنت، ملي ولدت شنو اللي وقع في السبيطار؟ ملي ولدت في السبيطار داولا الولد، داولا الولد اللي بالروح وحطوا اللي ميت. اللي بالروح مخبعينه، واللي ميت حطوا له قناه التحاليل، التحاليل ما عندها حتى شي علاقه بهذا. صافي انا تنطلب من القانون تنطلب الاخر يجيبوا له ولده. كيما كان ميت يجيبوه، كان حي يجيبوه. صافي الاخر انا الدكتوره ما تنطلب حتى شي حاجه. انت دابا كتطلب ولد بنتك؟ كنطلب ولد بنتي يرجع لي، هذا ما تنطلب. ولد بنتي راه باقي علاقه الحياه. اللي ميت حطوا له قناه التحاليل، انا شفته بعيني. انا ما شفتوش بعيني، انا يجي يشوف الدكتوره انت تحكم على راسي ب 20 سنه، الا ما كانش العيب باقي علاقه الحياه. هذا اللي تنعرف انا. اذا متسبقين كما سمعتوا، احنا معكم مباشره من دار الضمانه من مدينه وزان. قصه وفضيحه من العيار الثقيل كانوا ادعوا بها سنه 2020، طريقه ديال الاغتصاب ديال طفله قصيره عندها
عندها 13 سنة وهذا الاغتصاب نتج عليه حمل، ولكن للأسف كما سمعتوا لسان الأم ديال هذه الطفلة كتقول أنه حصلته في عز رمضان قبل المغرب بشحال؟ 5 دقائق. 5 دقائق قبل المغرب؟ 5 دقائق قبل الناس ما فطروا. أه؟ حصلته ولا ما حصلتوش يقول لي كوتي. كنا نرجع من سطحي. هو الآن معتقل في الحبس التطوان. أه راه باقي في الصمت. إذن كما سمعتوا متسبنا طبعا فضيحة من العيار الثقيل للأسف أنه ابن هو شحال السن ديالو؟ عنده 40 سنة. 40 سنة ومتزوج وعنده جوج وليدات. جوج وليدات. وشنو كان كيقول لها باش داها في الأول وكذا شنو اللي قال؟ أنا ما شفتو لا شنو تقول لها ولا قال لك بالمضى، أنا اللي عودت لي بنتي قال لي بالمضى. أنا عمري ما شفتو يلا بنتي. قال لك هتهدد بالموس. ومين جات قالت لي يا إما قالت لي ديما تضربني في الطريق. تيقول لها قلت غنقتلها. صافي هذا اللي كاين. إذا كما سمعتم متسبعين كنشوف طبعا فضيحة من العيار الثقيل كما قلنا أنه ابن خالت الأب ديال هذه الطفلة اللي عندها 13 سنة تعرضت للاغتصاب ونتج عليه حمل، والغريب في الأمر أنه كان كيمارس عليها الجنس في رمضان، وأنتم سمعتوا التصريحات الصادمة على لسان الأم ديالها. شنو اللي كتطلب على أنت؟ أنا نطلب الحق بنتي ونطلب الحق ديال الأوي اللي رجع. هذا اللي تنطلب أنا. دابا هاد العويل ما عرفتش انا القصه، قلتي لي ملي مشات بنتك شكون اللي داها تولد في السبيطار؟ انا ديتها. اه انا ديتها ومي دخلت للسبيطار دخلت بنتي ولدت مي ولدت خرجت عندي هذيك المسؤوله. اه دات الحويجين دات الملاية. اه مي ديتها قلت لها انا شنو هو العويل؟ قالت لي العويل بخير ما فيه حتى حاجه. اه قالت لي سير جيب الماكله لبنتك، مشيت جبت الماكله لبنتي دخلت الماكله مي وكلت بنتي ولا خرجت خرجت خلي العويل قدام انا عيس. من خرجت جبرت البوليس قدامي في الباب في الباب السويطه قالوا لي انت الام ديال المعروسه اللي قلت له انا يماها قال لي غنمشي معاها قلت له نمشي مي مشي معاها قال لي تينا لي شورش عليك 1000 درهم قلت له انا لك علي 1000 درهم نمشي نخلصها معاها مشيت معاها مي رجع ديك الساعه مع العصر ما جبرتش العيال كاينه جبرت العيال داوة ما كاينش خطره مي بقيت نسول الاخر وراتني غا واحد زرق معود هذا ما كاين. إذن كما سمعتم متسبعين كنشوف طبيعة معكم في هذا البث المباشر مدينة وزان، طبعا قصة مأساوية بكل المقاييس ديال هذه العملية ديال الاغتصاب اللي نتج عليها حمل طفلة. يعني هي كتقرا ما كانتش كتقرا شنو بنتك كتكمل؟ تقرا الخامس. ها؟ تقرا عمرها ما بطلت. يعني تصوروا معايا متسبعين أن الطفلة يعني تلميذة في القسم ديال الخامس وعاد تعرض للاغتصاب من طرف ولد خالت باها وعاد ينتج عليها حمل، والغريب في الأمر كما كتقول الأم كما سمعتوا أنه كان كيمارس عليها الجنس في رمضان بالتهديد. وتصوروا أن الإنسان في رمضان والرحمة ديال الله والناس صايمين وخمسة ديال الدقائق قبل أذان المغرب، أنت صدفة لقيتيهم يعني كيمارس عليها الجنس قبل المغرب؟ أنا سمعت العادة وزقيت بنتي. مي سمعت زقيها وتنسبق. ها؟ مي هوت بقيت بالعاده وتنمش مرت بنتي انا بدا الحاله هكا نهار هو هرب هرب عريان ما هربش من غدوه ولا شي حاجه هرب عريان. وبنتك تلاقي كانت عريانه؟ اه عريانه. ومي طلع ومي طلعت عند المراه ديالو قلت لك انا وبنتي قال لي عمر الراجل ديالي ما يقعدش غدا من جول درز عليا. انتم ساكنين في حوم واحده؟ حوم واحده الدار حدا الدار. إذن كما سمعتم متسبعين طبعا قصة مأساوية بكل المقاييس مباشرة من وزان، يعني تصوروا الوقاحة أن الإنسان يمكن له يغتصب طفلة بريئة تلميذة عندها 13 سنة كتقرا في الخامس، وهذا الاغتصاب نتج عليه حمل، وبعد الحمل اللي داك يمارس عليها الجنس يعني في رمضان قبل أذان المغرب خمسة ديال الدقائق كما سمعتوا على لسان باقي ما تحكمش هو. باقي ما تحكمش عندي نهار 5 في شهر 1. 5 في شهر 1 2021 غتكون أول جلسة في المحكمة الاستئناف بتطوان يوم الثلاثاء في الجنايات ديال المحكمة الاستئناف في مدينة تطوان. شنو كتطلب أنت لالا الحكم؟ شنو اللي كتطلب؟ أنا تنطلب أنا الحق بنتي. تنطلب الحق بنتي وتنطلب الحق ولدي يرجع. أنا ما تنطلب. ما خصني حتى حاجة خصني غير الحق بنتي وولدي. دار الأوي خصني يرجع له. حي يجيبوه ميت يجيبوه. إذا متسبعين كما سمعتوا طبعا هي قصة صادمة بكل المقاييس للأسف أن هذا الشيء وقع هذه عام ونص تقريبا ياك؟ عام وأربع شهور. الغريب في الأمر أن الطفلة التلميذة كتقرا في القسم الخامس عندها 13 سنة تعرضت لاعتداء جنسي خطير وتم فك البكرة ديالها ونتج عليه حمل، بعد الحمل بدا كيمارس عليها الجنس هذا ولد خالتها ضباها في رمضان قبل دقائق معدودة قبل أذان صلاة المغرب كما سمعتوا لسان الأم ديالها. الآن هو تم الاعتقال ديالو وموضوع في السجن ديال تطوان، سجن تطوان جوج المعروف بحبس الصومال، عنده الجلسة عفوا عنده الجلسة يوم الثلاثاء 5/1/2021. الأم طبعا تطالب بالحق ديال الابن ديالها ديال البنت ديالها عفوا، وخاصة بعد ما دابا اللغز لالا هو الاختفاء ديال الطفل يعني الرضيع اللي ولد في السبيطار. الولد اللي ولد في السبيطار دكتورة، يحقوا مع الدكتورة. أه؟ أنا تنطلب من النائب من الوكيل العام وكل شيء يحقوا مع الدكتورة.
صافي انا ما نطلب انا. اذا متابعينا طبعا للاسف كانوا ادعوا سنه 2020 فضيحه من العيار الثقيل بمدينه وزان بدار الضمانه. هذه السيده ام ديال هذه الطفله هي اللي كتكلم. طبعا الطفله قصيره ما يمكنش ندوزوها متابعينا لان القانون واضح بانها الان عندها 14 سنه ونصف تقريبا. تعرضت لعمليه الاغتصاب من طرف ولد خالت باها. استغل لك وباها فين كان باها؟ باها في الدار مع الدار. ومين دخلت عليه في العاده قال لي انا غنتبع القانون. قال لي انا ما تنقيش شي حاجه غير القانون. قال لي انا غنمشي للقانون. قال لي القانون غيربيه. صافي ما قدرش يقي شي حاجه. اذا متابعينا كما سمعتوا طبعا قصه صادمه تندعو بها سنه 2020 من الان اقل من 8 9 ديال الساعات تفصلنا على سنه 2021. للاسف كتهتز مدينه وزان عفوا على هذه الفضيحه اللي وقعت هذه عام واربع شهور. ولكن الام اليوم عاد خرجت للاعلام. شنو هي الرساله اللي كتطلبها لالا؟ شنو قبل ما نقطعوا هذه الوجه شنو اللي كتطلب؟ انا تنطلب الحق بنتي والحق وهذا اللي اغتصبها. شنو اللي كطلب انت؟ شنو الحكم ديالو؟ تنطلب الحق بنتي صافي. تنطلب انا كيما هو تانا عنده ولادو. انا تانا انا ضيعني بنتي وضيعني الشباب ديالي. وهادشي اثر فيكم نفسيا؟ اثر فينا وما تنعسوشكم اللي وقع هادشي هذا. وحنا ما تناكلو ما تنعسو. حنا مرضنا من جهه بنتي. ما باباها كثار ماشي غير انا. اذا متابعينا طبعا للاسف جريمه نكراء اللي هزت عليها شوارع ومدينة وزان دار الضمانة. للأسف على هذه الفضيحة النكراء. الجاني هو معتقل هذه مدة 14 شهر عام واربع شهور عفوا ومازال في التحقيق. الجلسة كاين يوم 1/5/2021 فاتح يناير يعني 5 في شهر 1. نتمناو طبعا أن ثقتنا في القضاء أنه يقول الكلمة ديالو. هو شنو تيقول؟ هو تيقول عندي العدوى مع الدرية معي أنا. زعما كتهمو وصافي كينكا. قال عندي العدوى مع الدرية. هذا راه انتقام هذا ماشي عداوة. أنا ما عندنا حتى شي عداوة. الشهادة الطبية طبعا كتثبت أنها تعرضت للاغتصاب كاين تسجيل الحامل. كلشي عندي الأوراق كلشي عندي. الأوراق ديال السويطار عندي كلشي. إذا متابعينا كما سمعتوا على لسان الأم طبعا الله يسمح لنا من الوالدين الأم ديالها. يعني أنت هادشي أثر فيك بزاف ألا لا؟ أثر فيا بزاف وما تنعش. وباباها عاد ما تيسكتش. تيسكتش بالبكي. كيفاش يبكي وقايل يبكي. أكثر ما تشوف بنته في الحالة تتعصب. ما تنعش. إذا أنا متابعين كنشوف طبيعي كنا معكم مباشرة من مدينة وزان. قصة مأساوية. نتمناو طبعا القضاء يقول الكلمة ديالو. هادشي رجع تيأسف وتيخلع. ولكن شنو الرسالة اللي تقول تيها لالا كأم الأمهات كيفاش يراقبوا ولادهم ويحافظوا على ولادهم؟ أنا تنطلب أنا كلشي يحضي ولادهم. راه ما باقيش ثقة. ما كاين لا خايلة عمي لا ما كاين لا خايلة عمي لا خايلة حتى واحد. كاين ولادك وراجلك اللي في الدار. هذا ما كاين. ما عندكش ثقة شي حد. اليوم ولد خالتك ولا خويا يقدرك. انا راه ولد خالته ودراس لي وغدرني وعنده جوج الاولاد وبنته راه تقرا معاها في المدرسه. ودابا هي باقا كتقرا ولا كتهضر في الدراسه؟ اثر فيها هادشي. اثر فيهم ديالو ديما مسبقه للمدرسه في المنزل ما تخليهاش تقرا. قال لك كيما ديت راجل للحبس قال لها نقتلو ما تخليهاش تقرا. خرجت من قريتها وبنتها راه باقا تقرا. اذا متابعين كنشوف تبي كنا معكم مباشره من وزان. الى اللقاء في مباشر اخر.